يعني اعتقد الامر واضح. نعود الى يعني الحديث الاول، هل يعني الميليشيات العراقيه التابعه لايران، هل الحرس الثوري الايراني، هل فيلق القدس، هل تواجد الايراني في المنطقه في العراق وفي سوريا، هل يشكل تهديدا للولايات المتحده الامريكيه؟ هل يشكل تهديدا للمصالح الولايات المتحده الامريكيه؟ هل هو تحدي ولا تستطيع الولايات المتحده الامريكيه مواجهته؟ لا تستطيع، ولا يشكل تهديد ولا يشكل خطر على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وفي أماكن أخرى. لكن أنا أعتقد لو يشكل خطرا بالتأكيد يعني الولايات المتحدة الأمريكية لما تمتلك من أدوات كبيرة، يعني لأرقمت طهران إلى التفاوض وقبول شروطها فيما يخص مثلا دور الميليشيات ودور إيران في المنطقة. هل الصواريخ البالستية لحد الآن هددت المصالح الأمريكية أو ضربت الأمريكان في المنطقة؟ هل هي أصلا مصدر تهديد للأمريكان؟ لا، يعني لذلك أنا أعتقد أنه الآن على الأقل في العلن أو في التصريحات ما يقلق الولايات المتحدة الأمريكية هو ملف واحد، وهو الملف النووي. وهذا الملف النووي أيضا يعني لا يشكل خطر على الولايات المتحدة الأمريكية، ربما يشكل خطر على حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة مثل إسرائيل أو بعض الدول الأخرى، أو ربما حتى لأوروبا يشكل خطر. لكن لا الصواريخ البالستية ولا دور إيران في المنطقة أنه يشكل خطر لا على أوروبا ولا على أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا رجعنا إلى الخلف قليلا نرى أنه من يعني أعطى الضوء الأخضر أو يعني غض النظر عن التواجد الإيراني والنفوذ الإيراني والاحتلال الإيراني بالأحرى للعراق ولسوريا واليمن هي الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب عامة. إذا يعني إذا لا نتحدث عن تعاون أمريكي إيراني في احتلال العراق أيضا وتقسيم العراق، نتحدث عن يعني الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تقول لا لإيران وتستطيع أن تجبر إيران أن تنسحب وتوقف كل ما تريد. لكن الآن الحديث عن البرنامج النووي، لأنه يعني إسرائيل في المنطقة تريد، هي الدولة الوحيدة التي تمتلك سلاح نووي ولا تريد أن يعني إيران تمتلك. بهذا السلوك إذا غيرت سلوكها على أرض الواقع أو نهجها أو ما شابه ذلك ربما يسمحون لها. وهذا أيضا مورد شك يعني هنا، لأنه التعامل مع إيران في الملف النووي لا يرتقي إلى مستوى منع إيران من القنبلة النووية.